وللحديث حول موضوع التوازن بين التعلم واكتساب مهارات جديدة والالتزامات اليومية وأيضا الراحة خلال العطلة الصيفية، سعد باستضافة عبر تقنية سكايب المختص في علم النفس الدكتور منصف هرقة. أهلا بك دكتور، صباحك سعيد وشكرا على قبول الدعوة. أيضا صباحكم سعيد، صباح الخير لكل مشاهدينا على قناة شروق نيوز، شكرا للدعوة الكريمة. أهلا وسهلا دكتور هرقال. أكيد أنه موضوع التوازنات النفسية يأخذ أبعادا كثيرة، خاصة لظل المتطلبات المجتمعية والأسرية في العطلة الصيفية، الكثير من الالتزامات خاصة مع التطور التكنولوجي، العلم، اكتساب مهارات جديدة، الرياضة، بالإضافة إلى ذلك العطلة الصيفية، الكثير من المهام لدى الطفل تواجهه خلال يومياته في العطلة الصيفية. كيف يكون التوفيق بين الواجبات المنزلية وأيضا بين العطلة الصيفية في إطار قضاء عطلة ممتعة؟ أكيد بالنسبة للتلاميذ خاصة يعني الأطوار الثلاث، وخاصة خاصة خاصة طور المتوسط وكذلك طور الابتدائي، يعني اللي راهم يكونوا ان بو اونكادري، يعني مؤطرين ويحتاجوا اكثر توجيه من طرف الاولياء. بالنسبه للعطله الصيفيه، معروف ان الانسان يعني بحاجه الى راحه طيله العام، خاصه بالنسبه للتلاميذ راهم طيله مشوارهم الدراسي ولا العام الدراسي راح يكونوا في كد وجد، تقويمات وفروض واختبارات. إذا نشوفوا في عطلة الصيف، ممكن خاصة لأنه في السنوات الأخيرة أكثر من 3 أشهر، يعني نشوف من ناحية نقدر نقوله نفسية، لكي يتم هناك يكون هناك استرجاع، لابد على الوالدين، يجب عليهما أن يتفهم الوضع ويكون الطفل مؤطر نوعا ما بطريقة سلسة. كيف ذلك؟ بالنسبة إلى استعمال الأجهزة الإلكترونية، يكون هناك استعمال عقلاني، خاصة اللوحات والألعاب الإلكترونية الأخرى والمختلفة. كذلك يكون طفل يعني الغذاء يكون صحي. طيب سنتكلم لاحقا طبعا دكتور حول هذه النصائح التي سنستفيد منها ويستفيد منها الأطفال والأسر الجزائرية على اختلافها، لكن قبل ذلك دعني ربما أطرح موضوع مهم جدا، وهو موضوع المتطلبات الأبوية على الأطفال. يعني هناك بعض الآباء يفرضون على أطفالهم الكثير من النشاطات حقيقة خلال العطلة، يعني يحاولون تعويض ما تم ربما تفويته خلال السنة الدراسية ولا حتى خلال السنوات الماضية، والضغط على أبنائهم خلال العطلة الصيفية بممارسة رياضة، دراسة، حفظ القرآن والكثير من النشاطات المختلفة. يعني هل هذا السلوك صحي وكيف يمكن تقويمه على الأقل؟ دعني أستاذ محمد يعني أفسر هذا ضمن مقاربة نفسه اجتماعية، يعني حتى يكون المشاهد الكريم مستوعب المعلومة. هناك نشاطات تساعد، وأنا يعني أشاطر رأي الأولياء، مثلا الرياضة، الرياضة صالحة لكل زمان ومكان، يعني ما نظنش أني حتى أنا أقول الأولياء في معظم استشاراتي ما تظنوش باللي ساعة ولا ساعة ونصف ولا ساعتان راح تنقص من التحصيل تاع الطفل، بالعكس الرياضة يعني راهي ضرورية ونافعة. لكن بعض النشاطات مثلا درك نشوفوا في بعض المراكز ويكونوا في وأكاديميات في عطلة الصيف تكون هناك نشاطات لتحسين الخط، ممكن هناك نشاطات لزيادة معدل نسبة الذكاء، للحساب الذهني، لكذا اللغات كذلك، ممكن يدرجوا أبنائهم الأولياء في لتحسين مستواهم في اللغة. تخيل معي سيدي الفاضل أنه تلميذ ولا طفل
لم يبلغ من العمر يعني بعد 6 سنوات، ويدرج في تعليم اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وهذا خطأ. هو ليس بالعيب لكنه خطأ. لماذا؟ لأنه راح يسرى إجهاد للطفل متى في يتحول مرحلة ممكن هذا متقدمة. الالتزام والتكوين، متى يتحول الالتزام والتكوين إلى سلوك مرضي، ومن يتحمل مسؤولياته؟ هناك بعض الأطفال هم في حد ذاتهم يحبوا هذه الأمور لأنه عنده ربما شخصية نوعا ما كثير حركية كما تسمى الشخصية الحركية، يحبون ممارسة هذه النشاطات، لكن في أغلب الأوقات الأولياء يتحملون مسؤولية النشاطات التي يدرس فيها أبنائهم ولا اللي تفرض على أبنائهم. متى يتحول فرض الولي على ابنه نشاط مختلف أو متنوع كسلوك مرضي دكتور؟ أكيد هي هناك أسباب، لأنه هناك خوف مرضي خاصة عند الأمهات. يعني في فصل مثلا عطلة الصيف يكون هناك تبادل الحديث مع مثلا الجيران إلى غير ذلك، الجيران العائلة. والأقارب، وتنقل يعني في اللي يعذرني ولا يسمح لي المشاهد الكريم أستاذي الفاضل على هذا تفضل. التعبير، وكأنها عدوى، عدوى، وكأننا أصبنا بعدوى. هي عدوى صحيح دكتور، أنا أشاطرك نعم هذا الرأي لأننا نعم في، وهذا سيدي خلينا فقط الفاضل دكتور لو سمحت حتى نشارك المشاهدين بعض التجارب الشخصية، يمكنهم دائما طرح الأسئلة تحهم فيما يتعلق بتقسيم الوقت عبر رقم الهاتف. الدكتور هرقة متواجد بالتأكيد سيقوم بالإجابة على الأسئلة عبر رقم الهاتف 023 71 98 71. نكمل الفكرة، هي عدوى، من ما نعم. تسبب في هذه العدوى؟ وكأن الأولياء يعني أصيبوا، خاصة أقول خاصة الأمهات، وهذا واقع معاش يعني. وأنا يعني بطبع خبرتي المتواضعة أتحدث ممكن حتى على حديث هامشي مع بعض الأولياء رجال طبعا، في يعني في شارع ولا في أماكن أخرى خارج يعني الإطار العلاجي، تكون هناك ممكن استفسارات أو استشارات على السريع أسميها، يعني من أجل النصح والإرشاد، وحنا نقدم يعني هذه النصائح والإرشادات. هذه العدوى تخيل يعني قبل هذه، يعني هذه حقيقة نقف عليها، قبل إعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا نسمع حديث يعني جانبي من هنا وهناك نعم لن بالتأكيد سنواصل الفكرة مع دكتور هرقة فورا جاهزية هذا الاتصال. نواصل الفكرة دكتور تفضل. قلت أستاذ قبل الإعلان نتائج البكالوريا، نتائج امتحان شهادة البكالوريا، نسمع بأن الناس الأولياء رم يسجلوا أبنائهم في دروس الدعم، صحيح، ويعني التلاميذ اللي رم راح يكونوا مقبلين إن على شاء شهادة الله البكالوريا سنة ثالثة ثانوي في الطور النهائي، راح يجتازوا للسنة الدراسية 2024 2025. يعني هذا لاحظنا، روح لك حتى كاين نقطة أستاذنا الفاضل، حتى التلميذ صار غير راضي ومشوش. تلميذ الذي يتحصل على معدل 16 فما فوق، يعني شفنا حالات تلقاو صعوبات في اختيار شعبة اللي راهو يطمح لها في الجامعة. نشوفوه يدرس اختصاص ما، تخيل 3 سنوات، نعرف حالة 3 سنوات متتالية متحصل على 16.20 3 سنوات، وهو يعني يبدل من يغير شعبة، وهذا رو تيه، وهذا رو فقدان ممكن وعدم تركيز. طيب دكتور حتى نبقى في الموضوع بالتأكيد أنه هناك تداعيات كثيرة حول الضغوط النفسية الممارسة على الأبناء، ما هي أهمها؟ هل الطفل الذي يكون في بيئة
تمارس عليه نوع من الضغوط يكون تكون التنشئة النفسية تاعه تنشئة غير سليمة. كيف نصحح هذا السلوك دكتور هرقة؟ بالنسبة للضغوط ممكن إذا كان نحصرها في ضغوط من أجل التدريس وإرغامه على مثل ما تفضلت أستاذ ممارسة الرياضة وبعض ممكن النشاطات مثل تحسين الخط وتحسين اللغة، ولابد من يعني مشاركة التلميذ ولا الطفل، ولو معليش أنا كولي يكون القرار لي لكن المشاركة. تخيل يعني أوقظ ابني باكرا ونحصر له اليوم تاعه كامل وما يقاش من يتنفس، حتى لازم له يلعب. اللعب ضروري للنمو النفسي والجسدي. اللعب نسميه اللعب مع الأقران، اللعب العشوائي، اللعب يعني في برا يعني خارجا في الحي، وهذا مهم جدا. يعني لازم جماعة الرفاق ما نبقاش حاصر ابني دائما في إطار دراسي، وهذا سينهكه، سيقلل نفسيا من الدافعية تاعه، ممكن راح يدخل منهك إبويزي، منهك نفسيا، يعني حتى ما تكونش عنده دافعية باش يدرس ويتحصل، لأنه ما خرجتوش من يعني من خليته في نفس الإطار 8 أشهر أو 9 أشهر من دراسة و3 أشهر تصيف يزيد يدرس. وهذا نعاود نأكد أستاذ محمد هو خوف مرضي أصاب الأولياء حتى منهم الطبقة المثقفة. طيب دكتور المختصون وأنت كمختص دائما يتكلمون حول التداعيات السلبية للضغوط النفسية على التلميذ وعلى الطفل بشكل عام. هناك بعض العادات الموجودة داخل المجتمع، هناك أطفال يفرض عليهم مشوارهم الدراسي، تفرض عليهم رياضات معينة، تفرض عليهم مهارات معينة، يعني الطفل هنا ليس لديه اختيار أمام إرادة الولي. يعني الولي يحب يشوف أولاده ناجحين بالتأكيد، يحب يعوض وجه مدارش في حياته في أبنائه، هذا شيء نفهمه، لكن ما الذي لا يفهم أنه الطفل ولا الابن لا تحترم إرادته إطلاقا، حتى فيما يتعلق بنتائج توجيهات البكالوريا. هناك بعض الأولياء يفرضون فرضا على أبنائهم التخصصات، ويعني كاين حتى تذهب إلى العداوة بين الأب والابن. يعني هل هذه السلوكات الموجودة داخل المجتمع حقيقة تؤثر على بناء أسرة سليمة؟ في الحقيقة عدم المشاركة وضعف الاتصال الأسري أكيد يؤدي إلى بيئة أو فضاء أو محيط أسري غير متوازن متوتر، أكيد يعني راح يؤثر، يؤدي إلى اختلال العلاقة بين الأب والابن أو بين الأم والبنت وهكذا. بالنسبة هذه التداعيات كيف يعني ما مآلها، بالنسبة للمشوار الدراسي راح نشوفوا أي تلميذ يفرض عليه ولا تحترم إرادته، خاصة تلاميذ يعني المتحصلين على شهادة البكالوريا، نشوفوا الأب أو الأم تختار وتضغط على ابنها من أجل اختيار شعبة ما. يعني في غالب الأحيان يروح يذهب ذلك التلميذ يعني رغما عنه، صحيح، ويدرس لكن فاقدا لطموحه، فاقدا للإرادة القوية، فاقدا للعزيمة، فاقدا للدافعية من أجل تحقيق نتائج. لأنه لو كان ما نرسمش الابن يعني نساعده في رسم هدف ما، نساعده تحقيق طموحه، نتشاور معه، أتواصل، أخذ برأيه، يعني أنصحه، أرشده، ما تكونش كاين يعني راح يكون هناك شرخ حتى في الاتصال بين الولي والابن. لهذا يجب تصحيح هذا الشرخ، وبالتأكيد يجب وضع حد لهذه الممارسات. الأكيد نحن نعيش في عصر مختلف
نعيش في زمن اختلفت فيه المبادئ والمفاهيم، حتى وإن كانت المفاهيم والمبادئ المجتمعية هي ثابتة عندنا كمجتمع مسلم، لكن نحن نعيش في فضاء متفاعل ومتفتح على بقية الفضاءات الأخرى. يعني الابن في العصر الحالي مش الابن تاع 1970 ولا 1980 ولا حتى الستينات، يعني كيف يجب أن يفهم الأولياء أنه العالم اختلف، الثقافة اختلفت، التكنولوجيا غيرت الكثير من المفاهيم، مواقع التواصل الاجتماعي أيضا دكتور جعلت من الأبناء على معرفة وقدر مختلف من المعلومات اللي تجيهم من الخارج، يعني الطفل يتعلم من الخارج من مواقع التواصل الاجتماعي أكثر مما يتعلم من عند الوالدين تاعه، يعني بقاو في تيك توك وفي مواقع التواصل الاجتماعي لساعات طويلة ويتكلم مع يماه ولا باباه في دقيقتين أو أكثر يعني أو أقل. صحيح صحيح، هذه تنبيهات العالية وهاي تكنولوجي تكنولوجيا الحديثة يا سيدي الفاضل أثرت كثيرا، خاصة على يعني التلاميذ، إذا كان نحصر مفهوم التلميذ أو على الأبناء على تغيير وجهات النظر. ليس كل ما يسمعه أو ما يراه ابني عبر السوشيال ميديا هو صحيح، أنا كولي أنا أضبط الرأي الصحيح يعني ونساعده على التوجيه، أنا كولي لازم نكون مشارك لابني في الرأي. علاش؟ إذا كان ابني جاب معلومة من الانترنت والانترنت يعني فيها نعرفوا بلي تكنولوجيا فيها الكثير من الإيجابية سيدي الفاضل، يعني ممكن هناك استشارة مع زميله مع صديق مع أستاذ مع، لكن لازم يكون هناك الأولياء يعرفوا باللي كما تفضلت ابن اليوم ليس هو ابن الأمس، يعني هناك تكنولوجيا تبث معلومات، هناك مخاطر أيضا. نعم هناك مخاطر يواجهها الطفل يواجهها الأبناء، يعني حتى أولئك دكتور الذين مثلا يفرض عليهم بعض النشاطات قادر هو يروح لهذاك النشاط لكن ما يدخلش، قادر يذهب إلى الشارع، قادر يعني هنا ردة الفعل غير متوقعة حقيقة. أكيد أكيد، هي الحل أستاذ هو في التواصل وقدرة الولي على الإقناع، لأنه التلميذ رو يخرج يعني نشوفه خارج البيت حتى المساحة الصغيرة للسمارت فون إذا كان ما عندوش هو، يعني التكنولوجيا رح يلقاها خارج يعني نشوفوها في أيدي هواتف ذكية في أيدي أطفال صغار يعني دون العاشرة من العمر، ومهما يعني رقبت ابني أنا أعتقد ودي نصيحتي للأولياء شاركوا أبناءكم الرأي، تواصلوا معهم باللين، اعملوا على التوعية والتثقيف والتحسيس، وخفضوا وقللوا من النصائح المملة. هذا ما هي النصائح الأولياء. ما هي هذه النصائح المملة؟ ما هي النصائح المملة؟ النصائح المملة التي تكون في أستاذي في يعني إطار أو في قالب انتقادي دائما، أنا أنت ما تعرفش، أنا أروح نقول لك كيفاش كنا كيفاش تربينا، أنت ما تعرفش وش تعرف أنت. وهذه حقيقة دكتور كاينة بزاف في المجتمع تاعنا، يعني نعم أنا سوفريت، أنا قرينا على الشمعة، أنا ما عليهش أنت قريت على الشمعة وقريت في ظروف قاسية، لكن لابد أن الأولياء يتفهموا ويعني يحطوا يضعون بعين الاعتبار، لأنه المعطيات تغيرت سيد الفاضل، يعني المعلومة راهي تجينا في مساحة صغيرة جدا إلكترونية، يعني وإحنا رانا في البيت. يعني الدكتور هرقا أكيد أنه هناك ظروف اجتماعية مختلفة حقيقة باش ننصفوا العائلات الجزائرية، يعني هناك بعض العائلات عندهم إمكانيات، هناك عائلات أخرى ليس لديهم إمكانيات، حتى نشجعوا الطفل تاعنا، يعني احنا نستعملوا هذاك الخطاب المجتمعي يفهم حقيقة داخل إطار القالب الاجتماعي، لكن الذي لا يفهم هو ربما أنه الأب يحاول أنه يكون أفضل من ابنه في الحوار،
هذه سلوك مرضي أعتقد دكتور، يجب أن نتفق على هذه النقطة أنه ما كانش واحد خير من واحد، الجميع يتناقش، الجميع يتحاور، الجميع يصحح من السلوك، حتى الأولياء قدر يكونوا غلطين في نهاية الحال. نعم، ربما دكتور هرقل لم يستمع لي السؤال. سؤالي دكتور هو حول تصحيح السلوك داخل الأسرة بدل الجدال، بدل توجه إلى التأنيب، إلى جلد الآخر، كيف يكون التصحيح؟ تكلمنا عن الحوار، عن أهميته، عن مراجعة أنفسنا، يعني لازم نراجع أنفسنا بالتأكيد. أكيد أكيد، لأنه تكون كاينة هناك أستاذ مرونة، يعني حتى من الأولياء، كيف لي أني استعمل أو استخدم أسلوب ونشوف فيه أنا غير لائق، أسلوب مزعج، أسلوب مسبب للتوتر أنا كولي، وما صححش، لابد أن أصحح. يعني أنا خطأ، ممكن أخطأ، أكيد أخطأ، وأحاول التصحيح من خلال الحوار. اجلسوا مع أبنائكم، تواصلوا من فضلكم معهم، يعني حتى تكون عندهم شخصية قوية، ليعرفوا يميزوا، ما يأثرش عليهم شخص سلبي خارج المنزل. وممكن خاصة بالنسبة للأبناء ولا الأطفال اللي ما زالوا ولا بدأوا في مرحلة المراهقة، يفتقدون للنضج العقلي والعاطفي. يقودني هذا دكتور إلى طرح سؤال أراه مهم أيضا فيما يتعلق بالعلاقة الأسرية بين الأطفال والأولياء. هناك عندنا ثقافة الطابوهات حقيقة، خلينا نقول أنه المجتمع يعيش على خلفية ثقافة الطابوهات، لا نتكلم في موضوع الفلاني، ما نتكلموش على الأمور الجنسية أمام الأولياء، ما نتكلموش على الأمور المجتمعية أمام الأب، ما نفقدوش صورة الأم. هناك بعض الأمور التي يجب تصحيحها داخل الأسرة، يعني الحديث على بعض الأمور هذا لا يعني قلة احترام. سنجيب على هذا السؤال معك دكتور، لكن نأخذ رأي المشاهدين. ألو، صباح الخير. صباحك سعيد أخي محمد، صباح سعيد للدكتور. أهلا وسهلا مدام، شكون معنا من متصلين؟ من نجاوس. مرحبا بك مدام، عندك سؤال؟ الله يسلمك. بالنسبة للموضوع يعني في الصميم. يعطيك صحة مدام، هذا واش نتمنوا، أن المواضيع تكون تخدمكم، والأكيد مختصين وموجودين راح يجاوبوكم. إذا عندك سؤال تفضلي مدام. سؤالي هو يتحدث عن الحوار. صراحة ما كانش حوار صحيح، يعني في وقتنا الحالي مش راح نجيبوا زمن لزمن الأطفال، دركا حتى الأولاد عاد ما يتقبلوش الحوار. مدام خليني نسقسيك ربما بعض الأسئلة. ما يتقبلش منك. نعم يتقبلوش. والخطأ، وين الخطأ في الأولياء بالدرجة الأولى؟ لأنه باش نقولوا ريح راسه، يعطي الطفل بورتابل يقولوا روح خطيني. صحيح، فما عندوش حتى ما يعرفش انه شكون راه بيصاحب وش راه بيتفرج في البورتابل. درك انا حابه يقول لك الحوار يكون كي نستغناو على الاشياء هذه. بصح انا حابه الطريقه اللي تخلينا نستغناو، تخلي للطفل انه يتقبل من الاولياء، ما يتقبلش من غيره. صحيح، عندنا في وقت صح انه ما يتقبلش من الوالدين. يعني يتقبل من صحابه اكثر ما يتقبل من الوالدين. خليني برك نسقسيك مدام، اسكو انت يا عندك ابناء، عندك اطفال؟ شوف انا ما عنديش، بس عندي ولاد خالتي. كيفاش التعامل داخل الاسره؟ احكي لنا تجربه تاعكم العائليه. الاكيد انت تتكلمي على الحوار، الاكيد انت راكي فاهمه اهميه الحوار داخل المجتمع. اسكو الاولاد تاعكم في الاسره يفهموا بالحوار؟ هو نقول لك انا في دارنا يعني هكا مع خالتي مع اولادهم نحاول انه يكون حوار، بس حني قلت لك انه التكنولوجيا راح تتغات. صحيح، عدوك ما يتقبلوش تسمى لا من العمه ولا من الخاله ولا من الوالدين، حتى ويسمعك هو ساكت، بصح من بعد يدير واش كاين هو في راسه، لانه راح يتبع واش كاين. انا بزاف ولاد خاوتي يقول لي شوفي يا عمتي واش قرينا في البورتابل، شوفي واش شفنا في اليوتيوب. تما دوكا حنا حابه وشي الطريقه اللي نستعملوها معاهم باش يخفوا من هذا تاع التعامل بالهواتف هذه الذكيه. ولا راح يجاوبك المختص منصف هرقان، ندعيوك فقط مدام. وصل سؤال تاعك وشكرا لك على هذا الإثراء، لأنك تناولتي مواضيع مهمة في النقاش، ساعدتينا أيضا باش نعاودوا نقدموا هذه المعلومات للمشاهدين. شكرا جزيلا لك مدام، وبقاي وفية للبرنامج، أكيد في كل يوم حنقدموا لكم مواضيع خدماتية تخدمكم ونخلوكم في تواصل مع المختصين. يعطيك الصحة مدام. أكيد من أجل إرساء ثقافة الحوار أستاذ في الأسرة لابد أن أكون مستمعاً أنا كولي.
يعني لا أتمسك برأيي سواء الأب أو الأم، ويعني قل الأولياء يتجنبوا فرض الرأي دائما، لا بد أن أستمع ونعود روحي نصغي لابني، يعني نصغي لزوجتي، الزوجة تصغي لزوجها وهكذا. لو كان ميكونش هناك إصغاء لرأي الآخر ميكونش هناك حوار، ميكونش هناك تواصل. أكيد بالنسبة للسيدة الفاضلة اللي تكلمت على أها. كيف نتحاور ونحن لم نتخلص من هذه التكنولوجيا الذكية، الذكية صعبة يعني، اللي رانا تقريبا يعني راهي مأثرة على أشخاص كثيرون خاصة داخل المنزل. كيفاش أنا كولي يعني نحب نتحاور مع ابني وأنا نجي متعب من العمل ويعني وأركن إلى مكان في غرفتي مثلا وأتصفح استعمل الهاتف، وكذلك الأم وكذلك الأبناء. هنا راح يكون كما يعني تفضل أحد الأطباء قال في بعض الأحيان هي مواقع للتفكك يعني الاجتماعي اجتماعي وليس للتواصل. تواصل صحيح. نعم نعم إذا كان بالنسبة للشطر يعني مهمة من سؤالك، طبوهات احنا مهما كان رانا مسلمين ويكون هناك يعني حياء ويكون هناك أكيد ممكن بعض يعني المواضيع اللي ما نقدروش نناقشوها على في جانب من الوضوح فداخل الأسرة، لكن إذا كان ممكن تحتم في بعض الأحيان الأمر الإنسان يلقى روحه مرغم باش يحضر عليها. إذا كان أنا بالنسبة لابني ممكن كاين نعطيك مثال، بعض المختصين يشجعوا على إرساء الثقافة، ولا نتكلم مع ابني منذ الصغر على ثقافة جنسية، هذا يبقى موضوع مازال للنقاش حقيقة. لماذا دكتور؟ لماذا هذا موضوع للنقاش؟ يبقى موضوع النقاش لماذا؟ لأنه يجب يكون هناك تأهيل للأولياء صحيح. أولا أكيد اختيار تقول اختيار يعني اللغة، في لأنه هذا المنبر يعني الطفل لازمه لغة بسيطة على الأقل، لأنه الطفل مش إنسان بالغ لا يفهم كل شيء. صحيح صحيح. نعطيك مثال، في بعض الأحيان يجيب كلمات طفل غير لائقة من الخارج. صحيح. أعطيك مثال، كلمة يعني كرمكم الله بذيئة، يعني كلمة سوقية ولا تقال يعني لا في الداخل ولا في الخارج في الأصل، يعني حتى ديننا وأخلاقنا وتربيتنا تنهانا على نقول الأم يعني تعنفه تعنيفا شديدا للأسف. وتلومه. نعم وهذا خطأ، هي من المفروض نجلس مع ابني نقول له يا ابني يا وليدي هذا الكلام منين سمعته؟ وهذاك الطفل لو خاطئ وقول له هذا الكلام مش مليح وما يقولوش وانت مربي وهكذا. هذه وهذا هي هو الحوار دكتور هرقة، احنا فتحنا المجال للحديث عن الحوار بالتأكيد لأنه هو الحل لكل المشاكل، يعني احنا ربطنا بين الحوار حول رغبة الطفل في التوجه في تخصص معين ولا التوجه لنشاط معين، لأنه الطفل يجب أن نأخذ رأيه بعين الاعتبار لأنه في الأخير هو من سيقوم بتلك النشاطات المختلفة. دكتور هرقة باختصار حتى نتكلم حول النشاطات الصحية التي يمكن للطفل ولا حتى للمراهق أن يمارسها خلال العطلة الصيفية وتساعد حقيقة في بنائه النفسي السيكولوجي، لكن قبل الجواب على هذا السؤال نأخذ اتصال من المشاهدين. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. ألو مرحبا بك مدام، شكون معنا من وين تتصل؟ أهلا وسهلا. أنا يام تاع نشوف في الشروق. اها تفضلي مدام، عندك سؤال في الموضوع؟ وليدي شو يا اخي شروق نيوز. شروق نيوز مدام تفضلي. وليدي يهضروا عليك على كما نقولوا على واش تقصر مع ولادك. كان هنا يعني انا هكذا نشوف واش. الو سمعتي؟ انا نسمع فيك مدام، واصلي الفكره، اعطينا جمل طويله باش نفهموا معاك. خاطر قال لك تسمى ولادك تصارحهم في كلش.
ما نيش نسمع مادام، عاودي لي فقط سؤال وشنو هو؟ قالك لازم تهضر لكل حاجه لولادك. بصح ولادك تاخذ برايهم حقيقه. كما نقولوا تخليهم يديروا واش فوق راهي الحاجه اللي يحبوها هما. كما دوكا قال لك محسوب كاين والدين يفرضوا على ولادهم واش يديروا حقيقه. كاين يعطيك الصحه. صح هذا هو الموضوع. صح انت يا واش رايك مادام؟ انت يا رايك لازم نهضروا مع الاولاد، نهضروا مع سمحي لي فقط. قالوا علي عني حالك شغل حاجه الجنسيه وكامل. فهمتني وليدي؟ الو واصلي مادام، انا نسمعوا فيك تفضلي. قلت لك هذيك ما هذيك مستحيل، هذيك مستحيل تهضر مع الدراري هكاك. واش هو اللي مستحيل؟ مانيش نسمع فيك مادام. عاودي لي برك مادام الله يسترك. قول وليدي رد بالك هذه، رد بالك هذه، رد بالك هذه. للاسف شديد ما نيش نسمع في الاتصال داخل الاستوديو. حتى احنا اسلام، انا كاينه التربيه الاسلاميه ما تنساوش اولادي. صحيح. التربيه تاع الكفار تاع الشام بصراحه. انا هذا ورايي. زيدينا مادام، اعطينا بعض المعلومات. اعطينا رايك، اعطينا تفضلي انا نسمعوا فيك. اي رايي هذا ورايي انا يمس. ما سمعتوش رايك للاسف، عاودي لي برك باش نسمعك. رايي انا هما ويقول لك صرح وليدك في كلش. اها يصارحك يعني الولد لازم يصارحك. صارحوا فيهم كاين حاجات مستحيل تصارحوا فيهم. يعطيك الصحة. احنا مسلمين وما نقدروش نتبعوا طريق الكفار. صحيح. الكفار عندهم طريق وحنا عندنا طريق. والسلام عليكم. بارك الله فيك مدام، يعني هي نصيحة لكل أولياء. السلام عليكم. شكرا مدام. الأكيد مدام كانت متحمسة الحديث على خصوصيات الأسرة الجزائرية، نتفهموا ذلك. لكن مدام خلينا نقول لك برك باللي الولد تاعك اللي راه يعيش في أسرة مسلمة يواجه الكثير من التحديات الخارجية اللي ما تعرفيهاش انتيا، اللي هي تحديات قادرة تعصف بالتربية تاعك داخل المنزل ولا حتى العادات والتقاليد المسلمة بلا ما تحسي لها وبلا ما تعرفيها. هو في المنزل راهو مؤدب، يتعامل بالسلوك اللي راهو موجود في داخل الأسرة، لأنه كاين أب كاين أم كاين نظام داخلي في الأسرة، لكن خارج الأسرة يتعامل للأسف الشديد بشكل مختلف تماما. وإحنا الهدف تاعنا يا مدام ويا كل مشاهدينا من هذه الفقرة هو أنه نصحوا هذا السلوك، هذا السلوك المجتمعي، باش يكون الانسان كما يتعامل داخل المنزل يتعامل خارج المنزل، لانه رانا نعيشوا في مجتمع، ولاكيد المجتمع هذا يتطلب سلوكات صحيحه وسلوكات سليمه. حتى الخطا هو طبع بشري، حتى كي نقعوا في الخطا راح نصحوه، وحنا ماش حنقولوا على الخطا صحيح بالتاكيد. راح نخليو كلمه للدكتور منصف هرقة. تفضل دكتور، نظرا للوقت نخلي لك كلمه اخيره، مجموعه من النصائح تعليقات وشفت في البرنامج. اكيد البرنامج اليوم كان ربما كان تفاعل مهم من المشاهدين. دكتور اكيد نشكركم استاذي الفاضل على اختيار الموضوع، وكان يعني الحصه كانت ثريه هذا ما لاحظته اليوم، خاصه في فتح المجال للمشاهد الكريم لابداء رايه وانشغالاته واستفساراته. انا كاين نقطه بالنسبه للتواصل، يعني تكلمنا عليه بزاف يعني عدة مرات مع الأولياء. السيدة الفاضلة لما تكلمت هذه الثانية الأخيرة قالت بلي أنا ابني لازم يصارحني. طريقة يا سيدي الفاضل، لو لم أكن أنا كولي مرن لن يصارحني ابني. بارك الله فيك. إذا نعم، إذا كان أنا انتقادي، وإذا كان أنا نفرض رأيي، وإذا كان أنا يعني متعصب ذلك الأب القديم والكلاسيكي يعني تاع بكري كما نقولوا احنا بين قوسين، يعني يخاف يعني حتى ابني يخاف باش يقول لي أني يا أبي أني محتاج، ولا يا والديني محتاج الحاجة ذيك، راح يرسل لي مثلا مع الأم تاعي. ولا لدينا أبناء أذكياء، ممكن كاين بعض الابناء يمثلون الدور داخل صح. نعم، وهذه حقيقه اشرت لها استاذ محمد، داخل يعني نقدر نقولوا بشخصيتين، وهذا نظرا للتطور التكنولوجي. دائما نقول تطور تكنولوجي راهو ازداد بظلاله على الاسره الجزائريه وثقافتها، ويعني الأعراف تاعنا والقيم تاعنا والتقاليد تاعنا وهكذا. أنا نقول الأولياء، الطفل اللي أقل من 5 سنوات دراسات، كل الدراسات تمنع إعطائه الهاتف. الطفل اللي قل أو المراهق اللي قل من
18 سنة لا يكون الهاتف عنده يعني في غرفته ليلا. كاين بعض الأولياء يقولون ابني راهو تحصل على شهادة التعليم المتوسط وراهو طالع يعني ينتقل إلى سنة أولى ثانوي وراهو يصر والناس كامل والتلاميذ كامل والأطفال كامل والشباب كامل عندهم يعني هاتف، كيفاش ندير معاه؟ أنا نقول لهم هناك شروط، نشري لك الهاتف لكن الوقت هذا مشي نمدلو ونخليه من بعد نولي ننتقده ونقوله أنت ديما تشوف التليفون وما تدرسش وهكذا. بالنسبة لي يعني النصائح الأستاذ اللي تكلمت عليها، أنا نقول باللي خليه أبنائكم يمارسوا الرياضة، لأنه الرياضة خاصة ونحن في عصر القلق والتوتر والضغوط النفسية الرياضة مهمة جدا جدا جدا. كاينة نقطة خلاف يعني نقطة أخرى ماذا بيا نتكلم عليها، تحفيظ القرآن للأبناء مهم، يعني حتى تكون هناك بركة، وحفظ القرآن يجعل الطفل أخلاقيا مليح، وكذلك بالنسبة للاسترجاع ويقوي الذاكرة، بالنسبة للاستجمام والنزهة حتى بالوسائل اللي عندي. يعني أنا كولي خرج أولادي في نزهة يتنزهوا يبدلوا الجو باش ما نبقاش في الجو الدراسي، يعني 21 سبتمبر ممكن الدخول المدرسي راح يدخل ابني يكون هناك إنهاك، خاصة في التنبيهات العالية، أقول التنبيهات العالية يا أستاذ، لأنه مش ممكن أنه ابني يستعمل الهاتف ومن بعد يصطدم بالكتاب، ولا أقول يعني يصطدم لكن يكون أمامه الكتاب والورقة والقلم الأزرق وتكون هناك ملل. إذن يكون هناك يعني توازن بين استعمال الهاتف اللي أنا أعتقد نصف ساعة 40 دقيقة لطفل أكثر من 10 سنوات، أو اللوحات الذكية يعني على أقصى تقدير في اليوم، لأنه الفرط استعمال التكنولوجيا راح يأثر على الناحية النفسية، راح يكون طفل عصبي، طفل قلق، ممكن اضطرابات النوم، اضطرابات التغذية، العزلة، كذلك راح يأثر على الاسترجاع وتذكر في دخول المدرسة إن شاء الله. نتمنى كل التوفيق لأبنائنا، كل التوفيق للأولياء إن شاء الله. مازال نزيدو نتلاقاو دكتور هرقال، اكيد البرنامج فرصه ومواضيع كثيره. شكرا جزيل الشكر لك دكتور على المساهمه وايضا على النصائح القيمه لخلق توازن بين اداء المهام اليوميه وايضا قضاء عطله ممتعه. البرنامج هذا اليوم كان ايضا فضاء للنقاش حول عده امور اسريه حتى ننظم حياتنا اليوميه بشكل صحي. شكرا لك دكتور هرقة على كل هذه المعلومات.